بتعمل ايه يا ابني؟ بقرا. في ايه؟ مش خلصنا عليهم خلاص؟ يبقى اقرا براحتي. وبعدين ما انت بتذاكر اهو. ايوه يعني بتقرا ايه؟ الكتاب. كتاب؟ اه. ايه ده؟ انت بتعرف علم التشريح؟ بجد والله؟ قول لي بجد والله؟ انت مش عارف انت بتقرا ايه؟ اه الترشيح العلم بتاعه. ترشيح؟ ترشيح ايه؟ اسمه التشريح. بص يا جنابو، انا بصراحة كنت فاكر ان هو كتاب ثقافي، وكنت بتفرج على الصور اللي فيه، وهو علم برضه. وعامل لي مثقف بتقول لي كلام عميق، وانا شكيت انك خريج اقتصاد وعلوم سياسية. لا لا يا جنابو، من فضلك يا ريت نظرتك ما تتهزش فيا. انت في السجن من امتى يا بريزة؟ الله، ده احنا بقينا نتكلم اهو ونسأل وشنا ورد. اقول لك يا سيدي، انا في السجن بقالي سنتين وثلاث حبات، وحافظ السجن ده حتة حتة. حكم السجن ده مرسح كبير، كل واحد فيه له دور. وضربت امين الشرطة ليه بقى؟ الله، انت لسه فاكر؟ ده انا كنت فاكرك اصلا من سمعني. اقول لك يا جنابو، انا كان عندي توك توك بتاعي، بعت دهب امي واشتريته، كنت شغال عليه والدنيا كانت زي الفل. يوم يجي رئيس الحي يقول لك التوك توك ممنوع ان يخرج الى الشارع الرئيسي، وانا طول عمري بسمع الكلام وبمشي جنب شقه انطوف الحيط. يوم يجي رئيس الحي يتغير ويقول لك لا يخرج، يوم يجي بتوع المرور يقول لك ما يخرجش، وعلى ده الحال يخرج يدخل يخرج يدخل. لحد ما في يوم غلطت ونسيت الجدول. تهت. مش عارف قام وقفشني انا والتوك توك. قالوا لي هناخد التوك توك، قلت لهم لا وانا معاه. امين الشرطه ما جاش معاه الكلام، مد ايده مديت رجلي كسرت له رجله. قاموا مجرجريني على النيابه. هناك وكيل النيابه سالني ضربته ليه؟ قلت له يا باشا عايز يحرمني من اكل عيشي. قال لي ما هو بينفذ التعليمات. قلت له ماله يا باشا؟ ما انا كمان بسمع الكلام. بس لا مؤاخذه يا باشا، يعني في حاجه ملخفناني. التوك توك ده يا باشا انتوا اصلا بتستوردوه، وطول النهار ماشي في الشارع قدام الناس كلها كده رايح جاي، وكل واحد على مزاجه، واللي يقول لك يدخل واللي يقول لك يخرج واللي يدخل يخرج. طب يا باشا ما تخلونا قانوني بدل لعبه القط والفار اللي احنا فيها دي. ما عجبوش الكلام، قام عامل لي تهمة اعتداء على موظف حكومة وقعت ناس مستديمة. طب عليا النعمة، ضحكتك حلوة يا أخي. إلهي ما يعودها الأيام السودة التانية دي. لا خلاص الأيام دي انساها. طب وشبورة تفتكر مش هيتكلم؟ أنا كنت في المكتبة ساعتها وأمين الشرطة يشهد بكده، وبعدين لو يعرف يثبت ان انا يوريها لهم. حلاوتك يا جنابو. ذاكر عشان اسالك.